كوبا امريكا على الابواب، بطوله كوبا امريكا على الابواب. شايف مين المنتخبات الاكثر فرص بالفوز بهذه البطوله، الاكثر جاهزيه؟ اعتقد في الوقت الحالي الارجنتين والبرازيل. الارجنتين البرازيل اوروغواي في وجهه نظري اعتقد انها المنتخبات الثلاث الاكثر جاهزيه، والمنتخبات التي لعبت اكبر عدد من النهائيات، وهي المنتخبات التي اعتادت ان تلعب في افضل المستويات ليس فقط في كوبا امريكا ولكن ايضا على مستوى البطولات العالميه. اعتقد الارجنتين والبرازيل، هناك ميسي وهناك العديد من اللاعبين، هو منتخب قوي. البرازيل ليست في أفضل حالة ولكنها تمتلك مدرب كبير وبالطبع ستنافس على اللقب، وأتمنى أن ينافس منتخب تشيلي مرة أخرى ويستطيع أن يصل إلى أبعد مدى في البطولة. استطعنا أن نتوج باللقب في أمريكا في 2016، وأتمنى أن يكون هذا فعل حسن في هذه النسخة، ولكني أرى في النهاية الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل هم المرشحون الأكبر للقب. بطولة اليورو أيضا على الأبواب، من في رأيك المرشح الأقرب لهذه البطولة؟ أعتقد أن بطولة أوروبا، أعتقد أن هناك منتخب يتفوق على الجميع وهو منتخب فرنسا، مع منتخب قوي، منتخب مجموعة متماسكة، لديه فرصة كبيرة لكي يجد الطريقة المناسبة لكي يفوز باللقب. ومن بعد فرنسا أعتقد أن الرقصة الأخيرة، أنا أسميها الرقصة الأخيرة لكروس مع ألمانيا، ولا سيما أن البطولة ستكون على ملعبهم، والمنتخب الثالث هو إنجلترا. فرنسا، ألمانيا، ثم إنجلترا بالنسبة لي هي المنتخبات الأكثر حظا للفوز باللقب، ثم تأتي بعدها إسبانيا، قد يلعب دورا مهما في البطولة، إيطاليا عاد وفاز باللقب الأخير ويمتلك مجموعة كبيرة، ولكن بشكل عام أعتقد أن فرنسا وإنجلترا وألمانيا هي المنتخبات الثلاث المرشحة للفوز باليورو.